الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بسحب جديد للوتو اللبناني، سحب رقم 2087 لليوم الاثنين 27 شباط 2023. بداية بدي اقول صوم مبارك لكل المسيحيين اللي بيتبعوا تقويم الشرقي، ان شاء الله بيكون صومكم مقبول. رح اعطيكم فكرة عن جوائز اليوم، الجوائز كلها حرزانة ومتنوعة، على امل انه تكونوا مكثرين شبكاتكم لحتى تفوتوا معنا بفرصة ربح المليارات النقدية مع اللوتو اللبناني. المرتبة الأولى لليوم 7,255,875,460 ليرة لبنانية على الأرض، إن شاء الله منقول الليلة مبروك لرابح أو أكثر فيها مش غلط. بالنسبة للثانية في تراكم، وقيمة التراكم 1,185,287,475 ليرة، بتكون الجائزة حوالي 1,700,000,000، وإذا ربحت بنعرف قيمتها على الأرض. أما زيد كمان اليوم السحب سبيسيال والجائزة 400,000,000 ليرة. حظ موفق للجميع. خلونا قبل ما نبلش بنشوف شو الأرقام اللي رح تختارون المكنة، ذكركن أنه دايما صحباتنا مراقبة من قبل مندوب وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحبات اللوتو اللبناني أستاذ وسام جوني. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا فيك. رح نبلش فورا أنا وياك بالسحب وإلى المكنة. رح أرجع كرر رقم سحب اليوم يلي هو 2087. لو سمحتوا شيكوا على شبكاتكم، ما تعتمدوا بس على التاريخ. أول طابع لليلة 7، طابع الثانية 37، طابة الثالثة 8، طابة الرابعة 18. شو حلوين الأرقام الليلة، 7, 37, 8, 18. طابة الخامسة 27. في عنا سبعات وسبعة علامة النصر، يعني إن شاء الله يكون في عنا رابحين اليوم. والطابة السادسة 2، باقي عنا الطابة السابعة الإضافية يلي رح تحمل الرقم 4. هول هن أرقام اللوتو لليوم للسحب رقم 2087. مشاهدينا مثل العادة في عنا 6 طابات أساسيات وطابة سابعة إضافية بتكون مخصصة للجائزة الثانية. خذوا وقتكم شيكوا على شبكاتكم، هلا رح نتابع أنا وياكم مع زيد. رقم زيد مؤلف من 5 طابات، بنبلش أنا وياكم من الآخر للأول تيكتمل الرقم. 1، 7، 4، 1، 6. 6,1,4,7,1,61,471 هيدا الرقم الرابح لزيد لليوم. مشاهدينا رقم زيد على طول بقلكن انه هو عشوائيا بيكون موجود بشبكاتكن، انتو عليكن تدفعوا زيادة لحتى تدخلوا معنا بالسحب، واذا بتصيبوا الرقم كامل في عندكن احتمال انكن تربحوا 400,000,000 ليرة لانه السحب اليوم سبيسيال. اما اذا صبتوا اخر رقمين، اخر 3 ارقام او اخر 4 ارقام، كمان في جوائز مخصصة لالكن ورح تكون مضاعفة بما انه السحب كمان سبيسيال. شفنا انا وياكم ارقام اللوتو ورقم زيد، هلا رح ناخذ بريك قصير، من بعده بنرجع مع التابلويات. جهزة لونا
يوم. وهلا صار وقت نعرف اذا في عنا رابحين، ان كان مرتبه اولى مرتبه ثانيه او بزيت. كل الجوائز حلوه وكلنا بحاجه لمبالغ اضافيه، يعني ان شاء الله اليوم اكبر عدد منكم بيتوفق معنا بهذا السحب وبيربح قسم من جوائزنا النقديه الحرزانه. رح ارجع اذكركم، الاولى عنا لليوم 7 مليار و255 مليون تقريبا، الثانيه حوالي 1 مليار و700 مليون، وزيد 400 مليون ليرة. خلونا قبل ما ننتقل لتابلو اللوتو نرجع نتأكد أنا وياكم من سرير لوتو الرابحة مع أستاذ وسام. لكل اللي ما لحقونا بأول قسم شيكوا على شبكاتكم هلأ، معنا كتير منيح. تفضل وسام. سحب اللوتو رقم 2087 لنهار الاثنين 27 شباط 2023، حمل الأرقام الستة التالية 7 37 8 18 27 2، والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية 4. شكرا وسام. غريبة شوي السرية، يعني الأرقام عم يتكرروا، إذا فينا نقول 7 37 8 18، إنه في هيك متشابهين. خلينا نشوف التابلو إذا في عنا رابح الليلة مرتبة أولى بالدرجة الأولى. تابلو لوتو أولى أولى أولى، ما في أولى، إنما عنا شبكة واحدة بتربح لحالها بالمرتبة الثانية. أوف، ليكو الجايزة قد إيه كانت؟ قلت لكم حوالي 1 مليار و700، ورح تربح الشبكة 1 مليار و827 مليون و966 ألف ليرة. مبروك للرابح معنا، وإن شاء الله بتتهنى بهالمبلغ اللي صار لإلك من اللوتو. بالثالثة في عنا 30 شبكة، كل شبكة بتربح 12 مليون و146 ألف ليرة. بالرابعة في 939 شبكة، كل شبكة 388 ألف ليرة. وبالخامسة في 12463 شبكة، كل شبكة بتربح 80 ألف ليرة. مبروك للجميع. الشبكة بالمرتبة الثانية من وين ربحت؟ محل شحرور ببعبدا. عقبال ما يوصل الدور للجميع، يعني بعرف كلنا منحب نربح مع اللوتو، كل تنين وخميس منقول ان شاء الله اليوم بيكون دورنا، يعني ضلكم العبوا، ما حدا بيعرف اي متى بيبرم دولاب الحظ وبتتوفقوا معنا. هيدا كل شيء بقدر لكم اياه. هلا انا وياك استاذ وسام بدنا نرجع نتاكد من زيد لنشوف النتيجه بالتابلو. تفضل. سحب زيد رقم 2087 لنهار التنين 27/2/2023، حمل الرقم 61471. شكرا وسام. يعني اذا ما نقشت باللوتو في احتمال انه تنقش معكم بزيد، ومش عم نحكي عن جائزه عاديه انما هي سبيسيال و400 مليون ليره، فرصه اضافيه للربح. يعني لازم تدفعوا زياده ويكون في كلمه وي باعلى الشبكه لحتى تكونوا داخلين معنا بالسحب، والا حتى لو صبتوا الرقم كامل ما بتربحوا اذا مش مشتركين معنا. خلونا نشوف بالتابلو. اولى لليله ما في مرتبة أولى، ما حدا ربح معنا، ولكن ما بيأثر. يلا خلونا نشوف، كل شبكة بتنتهي بواحد 471 تربح 5 مليون ليرة، كل شبكة بتنتهي بأربعة 471 تربح 400 ألف ليرة، وكل شبكة بتنتهي بسبعة 471 بتربح 40 ألف ليرة. الجوائز كلها مضاعفة بما أنه السحب كان سبيسيال، وطبعا بزيد، يعني على طول في ناس بيسيبوا آخر رقمين ثلاثة وأربعة أرقام حتى لو ما انصابت المرتبة الأولى والرقم كامل بسيطة. وأكيد سحب الجين الله راض، في عندكم احتمال ترجعوا تجربوا حظكم ويمكن تنقش معكم. بدنا نعرف هلا أنا وياكم بالنسبة لسحب الخميس إن الله راض قد إيه رح بتكون المرتبة الأولى يلي اليوم كانت حوالي 7 مليار و255 مليون، أكثر شوي كمان. أستاذ وسام قد إيه رح بتصير لنهار الخميس؟ نهار الخميس الجائزة الأولى إن شاء الله بتكون كمان جائزة كبيرة حوالي 8 مليار و300 مليون. ما نزعل عليها يعني اليوم لأنه عم بتزيد. رقمات وزادت. أحسن وأحسن. الثاني كمان بترجع بتبلش حوالي 600 مليون. جيدة. وزيد؟ وزيد سحب خاص بقي سبيسيال. ميرسي لك أستاذ وسام، يعطيك العافية. مشاهدينا مثل ما سمعتوا المرتبة الأولى 8 مليار و300 مليون تقريبا، كتروا شبكاتكم ولاقونا كالعادة على 7:30. إلى اللقاء.